يا من تسمع شكوت المظلومين. إن شاء الله والله العظيم زوجي مظلوم، وعيد له كلام باسم عطلع البيد وأكد عليه. هو شلون باسم متوفي بال2011، وشلون زوجي يتم علي قبل 2017، كلها بسبب التعذيب والشتل ومشلعين ظافره. عندي شهادة وفاة وعندي أدلة، إيش كده تريد شهود عندي؟ اعطيني فيديو الاطفال يا همام ايضا حتى اسولف فيه الاخت. اي السلام عليكم. تبارك سعد محمد سلاب من كركوك من عشيره العبيد، عمي نجم الربيعي، عمي نجم الربيعي ابا القيره طلع بابا، بابا مظلوم، بابا مظلوم من سجن، المطار، من سجن المطار، احس شكله ناسيته. ما عندكم اطفال، ما عندكم اولاد، حسب الله ونعم الوكيل. القضاء لا يتعامل بالعواطف، القضاء الذي نحترمه كثيرا، حتى مرات لما احنا نسولف بعتب على القضاء، قد نجيد وقد لا نجيد. يعني انا بالقضاء ما اتعامل بالعواطف، بس يعني الان الوليدات لما عمو نجم طلع ابوي، بابا هو انا لو بيدي اطلع ابوك، لكن اللي يطلع البراءة تحتاج الى ادلة وتحتاج الى شهادات وتحتاج إلى حقائق. سيدة أمل من الحويجة، أختي العزيزة، مرحبا. نعم، هلا مرحبا. شنو قصة زوجك سيدة أمل؟ أستاذ نجم العزيز، والله زوجي مظلوم. شلون انظلم زوجك بابا؟ زوجي مظلوم، حكمه ظلم، حكمه 20 سنة بسبب التعذيب والكهرباء والضغط عليه، أثرت على بنتي علي باسم عطلع البيت بال2011، إي اللي هو ابن عمي وابن خالة. وباسم عطلع البيت متوفي بال2011، وهو بنتي علي بال2014، شلون هذا ميت وشلون ينتمي علي بال2014؟ انت الان تهمة زوجك شنو بالضبط؟ عملية قتل لشخص؟ لا تهمة زوجي عبارنا بال2017، عبارنا ويا النازحين على كركوك، من الحويجة على كركوك، اي وخذوه احنا ودونا الوطالي عن كفرم، وهو خذوه على اربيل، من اربيل بعدين سفروه على بغداد الحكومة العراقية. ورا الثاني عرفت واجهته، والله العظيم حتى ما عرفت من التعذيب والضغط، يعني ما عرفت أطفاله، ما عرفوا، الله شاهد. اي وحكموه ظلم، ماخذين 10 بالـ5، معذبينه، معترف قايل انتميت على ايد باسم عطلع البيض اللي هو ابن عمي وابن خاله، قايل انتميت على ايده بال2014، وهو متوفي باسم عطلع متوفي بال2011. زين، باسم عطلع ابن عم زوجك وابن خالك؟ لا، ابن عمي وابن خال زوجي. زين، باسم ميت بال2011، متوفي بال2011، وعندي شهادة وفاة، وعندي زوجي زين. باسم وزوجك يقول انا وزوجك يقول انا قتلته بال2017. لا، يقول انت ميت على ايده بال2014. ها 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 ها، والله هاي القصة اي هاي القصة. زين، هذا باسم كان يشتغل بالإرهاب؟ أستاذ نجم، باسم بال2011 منتسب، اللي هو ابن عمي كان منتسب صحوة، اي وقبل الصحوة كان بالإرهاب؟ لا منتسب صحوة، انقتل علي الإرهاب، انقتل بال2011، وهسه زوجته تستلم مراتب مال شهداء وإب، وعمي هسه يشهد له، عندي شهادة وفاة، عندي بابا. تمام، هاي القصة مثيرة. هذا الحكي اللي تحكينه انت بوثائق بابا؟ بوثائق، عندي شهادة وفاة الباسم، وعندي الشهود، ايش قد تسكت زوجي مظلوم، والله العظيم 5 سنوات مظلوم، ظلم على جده بري، الله يشهد بري، وعندي 3 اخبار. المحكمة وين؟ بيا محكمة حكم امل؟ انحكم برا الصافة. ايش اسمها محكمة؟ محكمة الصافة مال بغداد انحكم. زين، انت رجعي لي هاي الاوراق، واني ادعو الى كل من يسمعني الاخوة في مجلس القضاء، هاي المرأة
زوجها يقول انا تجندت لداعش على يد باسم بال 2017. اتضح فيما بعد باسم مقتول بال 2011 يقاتل وانقتل على يد الارهاب. انا اريد تفسير لهذا. هسه المرأة تدعي على الهواء عندها شهادة وفاة باسم وعندها اعترافات زوجك، عندك بابا؟ عندي المقترح مع زوجي؟ ايه زوجك عندك ما يأكد اعترف انه انتمى على يد باسم للإرهاب بال 2011؟ عندك هذا الاعتراف؟ على بال 2017 عفوا، عندك هذا الاعتراف؟ استاذ نجيب زوجي مو من ماخذينه ومعذبينه، قايل انتميت على يد باسم عطلة بيد بال 2014 لل 2014 مو 17. نعم، وباسم ميت بال 2011. باسم في بال 2011 وعندنا شهادة وفاة وعندنا باسم شهيد. باسم مقتول على يد الإرهاب وزوجته تاخذ فلوس. نعم شهيد. نعم نعم. يعني انا هسه هاي القصة ما يحلها غير القضاء، بس انا والله ما اعرف بمن اتصل بالقضاء. يعني انا هسه افترضوا هاي. نعم نعم بابا. اي استاذ نجم، انا اناشد كل الحكومة العراقية واناشد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، اناشد كل من بيقيله، اناشد زوجي مظلوم والله العظيم، عندي ادلة وشدت للشهود، اجيب ابو باسم يشهد، اجيب زوجته تشهد، اجيب الشكل الدليل انا عندي موجود ان هذا الشخص مظلوم. ماشي اختي، ماشي ماشي ماشي. والله انا ما اقدر ارد، لكن السادة في مجلس القضاء الإخوان في محكمة الرصافة يعني يحصل الخطأ، يحصل الشو، يعني عسى ولعل أنه أقل تقدير نقدر نطي لهاي المرأة أو للرأي العام الحقيقة، لأنه الآن هي المرأة تتحدث أمام الرأي العام. أنتوا أيضا حتى لا يتهم القضاء أو لا تتهم الجهات التحقيقية وجهونا رد أو نبعث على هاي المرأة أن تقدم ما لديها من أدلة.